السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنقدم مع بعض ميني بيتزا بعجينة سهلة وبسيطة جدا. نشوف الخطوات مع بعض. المكونات بتاعت العجينة: عندي كوباية كبيرة من المية، بعد كده هنزل عندي بمعلقة كبيرة من الخميرة الفورية، معلقة صغيرة من الملح، معلقة كبيرة من السكر، ادوبهم كويس مع بعض. بعد كده هحط عندي معلقتين كبار من الزيت واقلبهم كويس جدا. بعد كده هنزل بالدقيق بتاعي تدريجي واعجن كده بايدي، هياخد معايا حوالي كوبايتين من الدقيق. بعد ما بعجنها عندي كويس جدا، لازم العجينة تبقى معايا طرية وفي نفس الوقت ما بتلزقش في الايد بالشكل ده كده. هجيب رشة عندي بسيطة من الدقيق واحطها كده في الطبق والم العجينة كده بايدي كويس جدا واحطها كده، واحط رشة بسيطة من الدقيق واغطيها بكيس تلاجة يكون عندي نضيف، واسيبها لحد ما تخمر معايا وتضاف حجمها. دي العجينة بعد لما بتخمر عندي ويتضاف حجمها بالشكل ده كده. بعد كده هجيب عندي رشة بسيطة من الدقيق واخدها كده عندي واقطعها كور صغيرة بالحجم ده كده. بعد كده برش عندي رشة من الدقيق وبسيبها تريح معايا 5 دقايق، وباخد عندي جزء بطاه عندي كرة كبيرة بالشكل ده كده، هفردها عندي تبقى معايا كده بالحجم ده. بعد كده هاجي على الجزء الكبير اللي انا سبته وافرده عندي بقى كده بالطول. دي القطعه بتاعت البيتزا واقطعها كده بالطول. بعد كده عندي كل جزئين مع بعض، اقفلهم كده والفهم كده زي الضفيرة وابرمهم كده. بعد كده برصهم عندي في الصينية اللي انا هخبزهم فيها. بعد كده بجيب عندي كده كل جزء وبحطه هنا كده. يبقى معايا كده بالشكل ده. بعد كده هحط عندي الصوص، دي طماطم وفلفل وثوم، حطيتهم عندي على النار يغلوا. بعد كده ضربتهم في الخلاط وصفيتهم عندي، بقوا معايا بالشكل ده. او احط عندي كاتشب او اي صوص انت بتحبيه. بعد كده احطه هنا كده. بعد كده بقى احط عندي قطع من الطماطم
وهحط عندي زيتون وهحط عندي بسطرمة أو أي حشوة بقى أنت بتفضليها، وهحط عندي فلفل بعد كده هحط لها جبنة رومي على الوش مبشورة، البسطرمة بتبقى طعمها تحفة مع الجبنة الرومي. بعد كده هدخلها عند الفرن على أعلى درجة حرارة، بعد ما بتستوي معايا هطلعها وبعد كده هحط لها الموتزاريلا الآخر. بعد ما بتستوي معايا بعد كده بخرجها عندي من الفرن واحط كده الموتزاريلا على الوش وادخلها بس تحت الشواية الجبنة تسيح معايا. ده بيكون شكلها بعد لما بتخلص معايا، جربيها وان شاء الله طريقتها تعجبك جدا وبألف هنا.